الناحيه المعنويه عرفنا كيفاش نوضعوا اللاعبين في احسن الاحوال، لان بعد الاخفاقين الاخيرين الاقصاء من الكاس والرباعيه تاع الصيف كان لازم علينا تكون رده فعل، ورده فعل راكم شفتوها كاع. نظن اللاعبين ادوا ما عليهم، لان انا نقول لهم برافو باسكو سي با فاسيل دو غاني ان ماتش كونت لامسيا ابري ان ديفيت تاع 4-0. دونك رده الاعتبار رديناها، عرفنا كيفاش نسيروا طوال المقابله. نظن باللي اللقاء عرفنا كيفاش نتمركزوا، لان ما كانش علينا، كانش لازم علينا نحلوا كما يقول لك اللعب لفريق اللي عنده مهاجمين يعرفوا يلعبوا. دونك هذاك الشيء اللي سمح لنا باش نسجلوا الهدف الاول عن طريق ضربه ثابته. نظن باللي الهدف الثاني جاء في بدايه الشوط الثاني، زاد عطانا اريحيه، والهدف الثالث قتلنا به المقابله. الفوز هذا ما كما يقول لك ما يغطيش رانا عايشين، لان نظن باللي الشكر كبير للاعبين، لان المجهودات اللي راهم يبذلوهم خاصه في هذه الايام القليله اللي ماتوا مع اللي فاتوا بليتو، نظن باللي سيتي تري ديفيسيل باش تعاود تطلع لهم المورال. الحمد لله هنا صافروا باللي عندهم شخصيه ولاعبين باغيين يبينوا باللي سون كاباب دو دوني ا سو كلوب شير. دونك تنتظرنا مواجهات ثلاثه باقيه، نلعبوا يوم الاحد ومن بعد مقابله متاخره، ومن بعد نستقبلوا هنا اتحاد بسكرة. لازم نعرفوا كيفاش لازم تكون عندنا خطه كيفاش نلعبوا هاد الثلاث مقابلات باش نحصدوا اكثر عدد ممكن من النقاط باش نكملوا المرحله الاولى هذه باريحيه. وش ما رانيش هنا باش نحاسب الناس، كل واحد حر في التصرفات تاعه. دونك ما راهمش يجوا، السبب راه عندهم هما، انا ما نجبش نعرف علاه. حنا نتمنوا، راك تشوف صافي بليزير من تشوف الكرادا ارشي كومبل تاع المناصرين تاع لامسيا، وماشي الخضره الاولى وين ما نروحوا نشوفوا الانصار كيما كانت تاوعنا. بون راهم زعفانين على لو كلوب، مي يفو با لا بونبون. هذا فريق كما يقول لك فريق تاع كل المدينه، كل المحبين تاعه، وان شاء الله يتلفتوا عليه. دونك الرساله انا ما عندي ما نقولهم، سي دي سيبورتر، نعرف بلي يبغوا الفريق، لكن التخلي عليه في هذه الظروف ما نظنش تكون في صالح الفريق. دونك لهذا انا نظن باللي الرجوع تاعهم يكون ايجابي ان شاء الله، لان النتائج الايجابيه تجي بدعم الجمهور، وهذه شفناها في المواسم اللي فاتت، لما المناصرين يجوا يأزروا الفريق تشوف النتائج احسن. ان شاء الله ان نخرجوا من هذه الوضعيه، لان راه فيك تكتلات في الفريق من الناحيه الاداريه، ولا من ناحيه الانصار، ولا من ناحيه المحبين، راه كاين انشقاقات. ان شاء الله ان كما يقول لك تعاود تولي ديك لا سوليداريتي اللي كانت بين تو الموند.